بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 27/1 في حديث ابن عباس. وهنا الدقة في الموضوع، إذا جاء في حديث ما نفي شيء فمن حيث الأسلوب العربي قد يكون المنفي ليس كل شيء وإنما جنس خاص. مثال مثلا في التعابير المعروفة، بل في الحديث النبوي، قوله عليه السلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فهنا المنفي ليس مطلق الإيمان، وإنما المنفي نوع معين من الإيمان، وهو الإيمان الكامل. واضح هذا؟ كويس. في الاستعمالات العربية القديمة المشهورة: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذي الفخار. ما في فتيان إلا علي، فتيان كثر، لكن فتى في قوته ونشاطه وإلى آخره لا يوجد، فيوجد فتيان. فيمكن حديث ابن عباس أن يحمل على سترة معروفة، وهي مثلا مما ثبت في السنة أن الرسول كان يصلي إلى العنزة، كان يصلي إلى الرحل، كان يصلي إلى الناقة، كان يصلي إلى الشجرة. لم يكن هناك في الصحراء شيء من هذه الأشياء إطلاقا. فالراوي قال: ما صلى الرسول صلى إلى غير سترة، يعني من السترات المعروفة من هذه الأنواع. كان ممكن أن يكون هناك حجر، وحجر طبيعي، يعني أقصد نالئ من الرمال من التراب. فتوجه الرسول عليه السلام إليه، وهذا ما نصنعه نحن فعلا في كثير من رحلاتنا وخروجنا إلى بوادينا. ما نتكلف حين ذاك أن نتخذ سترة خاصة. فإذا يمكن حمل حديث ابن عباس على نفي سترة خاصة. لماذا يذهب العلماء مذهب فلنسميه مذهب التأويل وافتراض كذا وكذا، حتى ما نعطل الأحاديث التي وجهها الرسول عليه السلام إلى الأمة توجيها عاما. لعله بهذا وضح لكم الجواب إن شاء الله. ما تخفي هذه الأدلة؟ إيش الدليل أن الإنسان يأكل لحم الخنزير إذا صابته مخمصة؟ الدليل القرآن. فهل هذا النص القرآني هو قول المعنى أم تعبدي؟ نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، كيف أنت؟ آمين. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. من باب التفقه في الدين، حينما ذكر الله عز وجل في القرآن المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم، ثم قال: إلا ما اضطررتم إليه. هذا الاستثناء الصريح والذي يبيح أكل المحرم قاعدة، هل هذا الاستثناء معقول المعنى أم هو تعبدي غير معقول المعنى؟ هذا الكلام الذي أنا الآن في صدده يجب على طلاب العلم أن يكونوا على معرفة به، حتى يكونوا فعلا أو يكونوا فقهاء حقا. فما أدري ولا مؤاخذة، هل فهمتم ماذا أعني بهذا السؤال؟ حسب القاعدة ذكرتها، ذكرك قال لك الدليل، فقلت له القاعدة المحظورات. لا، أنا بقول
قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، هذا حكم شرعي ما في إشكال. هذا الحكم الشرعي معقول المعنى أم تعبدي؟ سمعتم بهذه الفلسفة فيما مضى من زمانكم؟ سمعتك شريف يا كويس، لكن يمكن مرة مرة. عند العلماء قاعدة مهمة جدا، أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، قسم تعبدي وقسم معقول المعنى. يعنون بالقسم الأول أننا لا ندري لماذا كلفنا الله بذاك الحكم أي حكم كان، والأمثلة تأتي. أما القسم الثاني الحكم المعقول المعنى فيأتي الجواب ندري لماذا ربنا قضى بهذا الحكم لنا. لنأتي بمثال لكل من القسمين. ها شوية ميات. مثال التعبدي، ربنا عز وجل كلفنا بخمس صلوات. أجيني بارد وبارد ما في عنا ذا. وينك تعالى لك تعال. مهنالكم مرارا تعلموا الخلط، خلي الكاسي هون، جيب كاسي مي عادي عشان نحسن الخلط، مش كل خلط مقبول. المقصود ربنا كلفنا كل يوم خمس صلوات في كل يوم وليلة، ليه يا ترى خمسة مو ستة مو أربعة؟ شو بيقولوا عنه هذا الجواب؟ السؤال أمر تعبدي مش معقول المعنى. في نفس الصلوات الخمس بتشوفوا أنواع، رباعية ثلاثية ثنائية جهرية سرية نصف جهرية نصف سرية إلى آخره. لماذا؟ ما ندري. تعبدي غير معقول المعنى. نجي بسم الله، أحاديث البيوع خاصة باب المناهي منها، نهى عن الغرر، نهى عن النجس، عن بيع اللماس والنبذ وأوان شبه ذلك. هذه تعبدية ولا معقولة المعنى؟ لمعقولة المعنى. ليه؟ لأنها توجد الخصام والنزاع بين المسلمين. إذا وضح لكم هذه القاعدة، تعبدي غير معقول المعنى ومعقول المعنى. الآن نرجع لاستثناء القرآني إلا ما اضطررتم إليه. ما دام المحرمات مذكورة في سياق الآية ومنها لحم الخنزير محرمة، فلماذا أباحها الله للمسلم؟ معقول ولا مجهول المعنى؟ معقول للمحافظة على حياته. كويس، واضح هذا ولا يحتاج إلى بيان؟ إذا عرفت هذا تعرف حين ذاك الدليل على ما ذكره الإمام الشاطبي. الآن هاجمت الأعداء على جانب من بلاد الإسلام، ولا يوجد في خزينة الدولة ما يساعدها على تجهيز الجيش المسلم لدفع ضرر هذا الغازي الكافر. نستسلم ويقتلونا ويسبوا نساءنا ويسترقوا أولادنا وإلى آخره، مشان لأنه معنا نص خاص بأخذ أموال غير أموال الزكاة. هنا عظمة الإسلام. وضح لك الأمر إن شاء الله. لكن هناك شيء أنا أذكره بمناسبة التحدث عن الضرائب، ليس فقط أنه ما يكون هناك في خزينة الدولة، بل هناك شرط آخر، أنه لا يجوز فرض الضرائب ولو كانت خزينة الدولة فقيرة
أو خاوية على عروشها إلا إذا كانت الدولة تنفذ أحكام الزكاة وجلب الأموال المفروضة في الإسلام. فإذا قامت بهذا الواجب ثم لم ينهض المجموع من المال بالطرق المشروعة نصا، حينئذ صير إلى الفرض الذي جاء السؤال عنه. واضح؟ انتهى. أول شيء في عبد الرحمن بالنسبة للزهد والتواكل، طيب الفرق بينهما مع الشرح يعني، لأن مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لو يقول لعلي لو كان عندي مثل جبل أحد ذهب ما تمنيت أن يمضي عليه ثلاث ليال إلا ومعي منه شيء. طيب لو أن الإنسان كان في جيبه بعض الماء وسمع بالصدقة وذهب وتصدق ولم يبقى معه شيء، هل في هذا الحال هل يكون زاهد أو متوكل؟ ولو مجر الأحاديث فالفرق ما هو؟ نحن نعلم بأن الصبح مثلا إذا ذهب إلى الصحراء ومكث في الصحراء طويلا وقال ربي يطغي، هذا تواكل. طيب ما الفرق؟ الفرق يختلف أولا عن السؤال؟ نعم سجل. بالنسبة للفرق بين الزهد والتواكل، وكم هو المعلوم بالأحاديث؟ أنت بتقول الزهد والتواكل أم التوكل؟ التواكل. طيب لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي ذكرنا أن فذكرتوني بأنه لو كان عندي مثل جبل أحد ذهب ما تمنيت أن يمضي ثلاث ليال. هذا يتعلق بالتواكل ولا بالزهد؟ طيب والتواكل؟ التواكل أن الرجل يصرف ما في جيبه ولا مو يصرف يصرف وأنه يذهب دون أن يعد الأسباب. عفوا أنت بتلاحظ معي شو الفرق بين التوكل والتواكل؟ نعم. وهو؟ توكل على الله أن الإنسان يعد الأسباب. كويس. التواكل. والتواكل. لا يعد الأسباب. كويس. طيب. فإذا ليش ذكرت التواكل مع الزهد معا؟ لأن الزهد الإنسان أراد أن يزهد بالدنيا. ألا يجب أن يعد الأسباب؟ أم يزهد هكذا أباء؟ ما هنا يأتي التفصيل، بس هذا ما بيستلزم أنك تذكر التواكل مع الزهد أبدا. التواكل أن يقعد الإنسان في بيته ويقول الله يرزقني، فيأتي جواب عمر فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، هذا التواكل. لكن إنسان عنده قوة إيمان بالله عز وجل وعنده كم دينار أو فلس أو قرش أو إلى آخره، فإيمان بالله عز وجل يحمله على أن يتصدق بهذه الأموال القليلة أو الكثيرة عنده، فهذا لا يلتقي أبدا لا في ورد ولا في صدر كما يقولون مع التواكل، إنما هذا يلتقي مع التوكل على الله تبارك وتعالى. وإلا هل تظن بأن الرسول كان متواكلا؟ لا طبعا. فإذا ما في ارتباط بين الزهد الصحيح وبين التواكل إطلاقا. لكن هنا شيء لا بد للإنسان من أن يلاحظه، هذا الزهد الذي ذكرت نوعا منه عن نبينا عليه الصلاة والسلام هذا يختلف اختلاف الأشخاص، فليس كل إنسان يجوز له، ليس يستحب له أن يخرج عن كل ماله كما فعل الرسول عليه السلام أو أشار في ذاك الحديث، وإنما هذا له أناس يعني بلغ بهم إيمانهم وتوكلهم على الله مبلغا لا تناله الناس أو البشرية كلها. فنحن نعلم مثلا في الحديث الصحيح لما أبو بكر الصديق تصدق بما عنده فقال له عليه السلام ماذا تركت لأهلي يعني، قال تركت لهم الله ورسوله. هذه أيضا المنقبة والفضيلة هذه اختص بها الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. لكن انظر الآن ما يقابل هذا بالنسبة لقصة سعد بن أبي وقاص لما مرض في حجة الوداع وخشي أن يكون وفاته هناك، فعاده الرسول عليه السلام
قال له بأنه أريد أن أوصي بمالي. قال لا. قال في النصف. قال لا. قال في الثلث. قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم يتكففون أيدي الناس. فإذا هنا بيعطينا هذا الحديث فرق بين إنسان معيل وعائلته ليسوا من قوة الإيمان بالتوكل، بحيث أنه إذا تصدق بكل ماله كما فعل أبو الصديق يقول شزا وأبونا تركنا فقراء فيما بعد، وما بيقول جزا الله أبانا خيرا فلنا الله من بعده، كما يروى أيضا وإن كان هذه لا تروى بالأسانيد الحديثية عن قصة عمر بن عبد العزيز لما تولوا خلافه، كل اللي مال اللي كان عند زوجته فاطمة أعاده إلى إيش؟ بيت مال المسلمين. أي لو أن فاطمة لم تكن كفاطمة بنت الرسول كانت وقعت الواقعة بين الزوجين. ولذلك باختصار فالزهد ليس له حد أولا ثم يختلف اختلاف الأشخاص ثانيا. فإذا كان إنسان معيل وعنده عائلة ويعلم بأنهم لم يؤتوا من الزهد نصيبا فلا يجوز له أن يخرج عن كل ماله ويدعهم فقراء، وربما يصل به الأمر أن يقعوا فيما يشبه الكفر، لأن الرسول عليه السلام كما نعلم من أحاديث صحيحة استعاذ من الكفر والفقر، لأن الفقر يكون إيش أحيانا سببا يؤدي إلى الكفر. وإن كان الحديث الوارد بهذا المعنى كاد الفقر أن يكون كفرا لا يصح إسنادا. هذا ما يحضرني جوابا عن سؤال الزهد هذا. طيب مرنا عبد العزيز حينما أراد أن يموت، ما أعرف هل القصة صحيحة أم لا، حينما قال له أحد زرائه أو أحد الرجال قال لما لا تترك لأبنائك بعض المال، فقال إن كان أبنائي صالحين فإن الله تبارك وتعالى يتولى الصالحين، وإن كان أبنائي غير صالحين فأنا لا أترك أموالي إلى غير صالح. فهنا هل هو تشبه بأبو بكر لم يترك شيء لأبنائه؟ تشبه بأبو بكر لم يتشبه بمين؟ قلت التشبه بأبو بكر ولم يتشبه، ولم يترك شيء من ماله. طيب أولا هل عمر يعني هو حجتنا؟ لا هذا تصرف شخصي وكما قلنا واقعة عين أيضا ليس لها عموم. نعم في شيء، فنحن نقول أن هذا تصرف من ابن عمر، أصاب أخطأ لسنا مغلفين فيه. نحن أتينا بحديث سعد بن أبي وقاص، وحديث سعد خلاف ما فعل عمر بن عبد العزيز تماما، لكن ممكن عمر بن عبد العزيز بداله شيء فكان ذلك المنطلق منه بناء على هذا الذي بدا له، فهذا ما بيهمنا نحن بالنسبة لأحكام الشرعية أبدا. الحكم الشرعي يترك الرجل الثلث. كيف؟ نستخلص أن الحكم الشرعي أن يترك الرجل الثلث. أيوة الثلث نعم. أي نعم. وهذا كثير. أي نعم. زين. أيه. عبد الرحمن ذكر عندنا في المدرسة في كتب المقررة الثانوية أن الصوفية لهم فضل كبير في انتشار الإسلام. هل هذا صحيح؟ كان سؤال قبل أن نجيب عن السؤال. يجب تحديد سؤال، ما هو الإسلام الذي للصوفية لهم الفضل في نشره؟ أهو الإسلام الذي جاء به رسول الله عن ربه أم إسلامنا إسلامات متعددة الوجوه؟ فإن كان الجواب هو الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد نقول لا، الإسلام الصوفية دعوا إلى إسلام ممزوج بفلسفة يونانية إغريقية بفلسفة
فلسفة بوذية هندية أو هندوسية أو إلى آخره. بلا شك هذا لا يمكن إنكاره أنهم دعوا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الناس اتبعوهم على هذه الدعوة، لكن هذا ليس هو الإسلام. هذا في الحقيقة يعني أمر فيه دقة وكثير من الناس لا يتنبهون له. طرق الصوفية، مشايخ الصوفية، مع علمنا أنهم فيمن عرفنا وأدركنا وبغض النظر عما قرأنا وسمعنا فضل على العامة، لأننا نعرف ناسا كانوا لا يصلون صاروا يصلون، كانوا يشربون الخمر ويزنون صاروا بعيدين عن كل ذلك. هذا بلا شك حسنة من حسنات هؤلاء الشيوخ، لكن هل قدوم التوحيد الذي ينجي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم؟ لا. كذلك بعض الجماعات اليوم الإسلامية التي تدعي أنها تبلغ الإسلام، هذا الإسلام العايم الذي ليس له حدود واضحة وليس له معالم بارزة يجب أن يتفهمها كل المدعوين إلى الإسلام. هؤلاء أيضا يحسنون إلى بعض الناس، يخرجونهم من الفسق والفجور إلى الصلاة والصيام وإلى آخره، لكن لا يفهمونهم التوحيد الذي هو أصل النجاة من خلود النار. وعلى كل حال نحن لا ننكر أن لكل طائفة من الطوائف الإسلامية أثرا في الدعوة الإسلامية، لكن يجب أن لا ننسى أن الأمر كما قال بعض الراجزين السوريين: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. فالصوفية إذا عنيت بتربية أفرادها على الزهد المزعوم وعلى التواضع والمسكنة وإلى آخره، هذا إن كان في حدود الإسلام شيء طيب، لكن هذا ما يساوي شيئا بالنسبة للعقيدة الصحيحة التي لا يذندنون حولها إطلاقا. وهم في هذا يعني يشاركهم ناس ليسوا من الإسلام في شيء، النصارى مثلا اللي نذروا أنفسهم بسبب أوروبي أبيض عايش في أوروبا في بلاد البرد والثلج والآخرين بيروح لمجاهيل أفريقيا في سبيل إيش؟ التنصير والدعوة للمسيحية وإلى آخره، وبتمسكنوا بقدموا أموال وجهود وإلى بلا شك هذا من الإسلام، لكن هو ليس الإسلام. ولذلك فلا ينبغي أن ننظر بمجرد أن طائفة من الناس المسلمين يدعون إلى جانب من الإسلام هو مهم، إن كان مهما لكن ليس هو الأهم. فإذا من يقول بأن الصوفية يعني لهم فضل في نشر الإسلام فهو بهذا التفصيل وليس على ذلك الإطلاق. نعم. وعبد الرحمن كتاب الكبائر يقول في أثر ابن عباس أن التسير والتسبيق كان من فعل قوم لوط، هذا صحيح أو هذا صحيح؟ نعم. طيب أيضا كتاب تلبيس إبليس وأيضا كتاب الكبائر على ما استحضر يقول بأن الأمرد يقبل باثنى عشر شيطانا خلافا للمرأة، وذكر آثار أحمد بن حنبل وسفيان وكثير من السلف الصالح. هذه كلها آثار يعني بالتعبير العلمي الحديثي معضلة، هي لو كانت عن الصحابة فهي موقوفة، لكنها باعتبار عمن دونهم فهي معضلة. وفي مثل هذه الكلمات يتسامح فيها العلماء من باب التحذير من الافتتان بالمرض، لكن يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم
ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالغلو في الدين ما يستحسن. فنحن نقول إذا ثبت بأن هناك شخص أمرد فعلا هو فتني كالبنت فيتحاشى مخالطته ومجالسته بدون المبالغات هذه أضعاف عن البنات، وكما في بعض الروايات أنه فتنة أولاد الملوك أشد من فتنة البنات الأبكار إلى آخره. على كل حال يعني هم مع الأسف أقول إذا كانوا توسعوا في القول بجواز رواية الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب، فلا أن يتوسعوا في رواية المعاضيل هذه من باب أولى. الخمار واجب على المرأة الجميلة فقط؟ إيش هو؟ الخمار. أوضح لي ماذا تعني، لأنه مفهوم الخمار اليوم صار له عدة مفاهيم. الخمار على الوجه. ماذا تعني؟ هذا ليس خمارا. الخمار هو الذي تضعه أنت الآن. ذاك النقاب وذاك البرقع ذاك المنديل، أما الخمار فهو غطاء الرأس. تغطية الوجه بالنسبة للمرأة. ها؟ تغطية الوجه بالنسبة للمرأة. إيه، فالآن ذاك كلمة الخمار. لأن ربنا ما قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما قال على وجوههن وإنما على هذا الجيب. شايف؟ شايف لحمي؟ لما أنا بلف الخمار مش على وجهي بزدله، بلف وهيك ما بيعود بزار هذا اللحم. فالخمار هو كالقميص لباس الرجال والنساء معا، فهو من لباس الرأس وليس من لباس الوجه. فإذا إذا شئت أن تسأل عن غطاء الوجه فسأل عن غطاء الوجه ودعك والخمار. بالنسبة لغطاء الوجه، نعم، يعني يقال بأنه يعني ملزم على المرأة الجميلة دون المرأة غير الجميلة، فلا ذلك صحيح؟ ليس بصحيح، وهذا نحن بيناه بيانا شافيا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. أما بلغك قصة الخثعمية؟ كيف ذلك؟ إذا أنت ما قرأت كتاب الحجاب، حجاب المرأة المسلمة. قرأت الحجاب بس لغير فضل. كيف؟ لغير يعني الخثعمية كما في صحيح البخاري ومسلم، وقفت أمام الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهو على ناقته ورديفه الفضل بن عباس، وقفت أمامه امرأة خثعمية فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، وكانت جميلة أو وضيئة، وكذلك الفضل. فما كان منه عليه السلام إلا أن صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فهذا الحديث نص في الموضوع الذي أنت سأل عنه، لكن مع الأسف الشديد غلبت التقليد على بعض الناس من جهة، وغلبت العادات والعواطف عليهم من جهة أخرى، تحملهم على أن يتأولوا هذا الحديث بتأويل ما تخطر على بال الإنسان. ناس منهم يقولون جوابا على قولنا لماذا الرسول لم يأمر هذه المرأة أن تغطي وجهها، وها هو الشيطان دخل بينها وبين الفضل بن عباس، شو بدك فتني أجلى وأوضح وأوقع من هذه الحادثة، نحن نقول لازم المرأة إذا خرجت من بيتها تغطي وجهها خشيت أنه إيه تكون هي جميلة ويشوفها شخص، لكن هذه الخشية هنا تحققت ووقعت.
فلماذا الرسول عليه السلام لم يأمرها بأن توطي وجهها وهم يعلمون ذلك؟ أقول هذا آسفا، لأن هذا الجواب يقوله من نعتقد فيهم العلم والتقوى، يقولون إنه لم يأمر أن تغطي وجهها لأنها كانت محرمة، والمرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها. هذا كلام خطأ علميا. المرأة المحرمة لا يجوز لها الانتقاب، ليس لا يجوز لها تغطية الوجه، لأن هنا كما يقول الفقهاء في عموم وخصوص، يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بأي شيء إلا النقاب. مثلا، وهذا وقع في حديث أسماء بنت أبي بكر وعائشة أيضا في رواية عنها، أنهم كنا على الإبل وهن في محرمات بالحج، فإذا مر بهن ركب قال أسدلنا على وجوهنا، أسدلنا على وجوهنا، يعني افرضوا هاي جلباب شدوا هيك شوي على وجهها، هذا سدل، وهذا جائز بالنسبة للمرأة المحرمة. لكن لو عملت هكذا لفت الخمار، هذا حرام لا يجوز لها. مثل الرجل إذا وضع القلنسوة على رأسه، هذا لا يجوز، لكن يجوز له أن يضع الشمسية على رأسه أو الخيمة، عرفت كيف؟ فإذا قيل لهم بعد هذا التوضيح لماذا لم يأمر الرسول عليه السلام هذه المرأة أن تغطي، يقولون لا يجوز المرأة أن تغطي وجهها. يا جماعة اتقوا الله، أنتم تعلمون أن يجوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب. بعضهم يقول كان الفضل ينظر إلى لباسها، وتعرف لباس النساء العرب يومئذ شيء بنفر. أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى، أول سفرة سافرتها إلى الحجاز وإلى البلاد السعودية، كنت ترى النساء النجديات لا تستطيع أن تقترب من إحداهن رغم أنفك ولو كان لك هوى في إحداه. ليه؟ لأن الطرق غير معبدة، كلها ترابية رملية، وذيلها يجر الأرض ويثير القطار والغبار خلفها، فكأن لسان حاله يقول جنب عني جنب عني. فإيش ينظر الفضل؟ ما الذي يعني حمله أن يوجه تلك النظرات إلى هذه المرأة إذا كانت مغطية رأسها ووجهها إلى أخمص قدميها؟ هذا تكلف عجيب. ثم لماذا لا يقول الرسول للمرأة اصرفي وجهك، بدل ما يقول لمين؟ للفضل. لأنه المرأة أولا سائلة تسأل الرسول، تريد أن تفقه في الدين. الفضل ليس كذلك، فهو متوجه للنظر، فهو إذن معتدي، فهو مخالف لقوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولذلك صرف بصره عنها. هذه حادثة وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام، ولذلك فنحن قررنا في ذاك الكتاب بأن ستر المرأة لوجهها بأي ساتر هو فضيلة من الفضائل، لكن الذين يجيبون ذلك على النساء حتى الجميلات فهم ليس عندهم دليل سوى أشياء لا تنهض لإثبات دعواهم. بعضهم حينما يعوزهم الدليل يلجأون إلى ما يفرون منه في ردودهم على مخالفيهم، إلى الفلسفة المنطقية وإلى العقل. بيقول لك يا أخي مش معقول يكون وجه المرأة يعني يجوز أن تظهره، لأنه أجمل ما في المرأة وجهها. هذه يقولها علماء نجلهم ونحترمهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول يا سبحان الله،
أبهذا تحرم الأمور في الشريعة الإسلامية بمجرد أن يقال أن العقل يحكم بأنه أجمل ما في المرأة وجهها؟ فأنا عرضتهم قلت لهم والرجل كذلك، لأنهم حينما يقولون أجمل ما في المرأة وجهها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل، يعني وجهها هو الذي يجذبه إليها. طيب، وكذلك من باب المعارضة لإسقاط الدليل، أيضا أجمل ما في الرجل هو وجهه، فإذا مروا الرجال أيضا كما فعلوا بالمردي، مروا الرجال أيضا جميل الصورة على الأقل أن يشتروا وجوههم. ثم هذا المنطق يتفرع منه ما هو أجمل ما في المرأة، عفوا ما هو أجمل ما في وجه المرأة؟ عيناها. إذن عموا عينيها أيضا ودعوها لا تعرف الطريق تمشي فيه، لأنه بدها تكشف عن عينيها بالنقاب على الأقل. فسبحان الله، لعلك أخذت جواب السؤال. مناسب أستاذ الكلام المرة حدثت نحن وياه كثير، ليس لك الآن هذا الوقت لهم. معلش في شبهة، نعم، كما هو معلوم بأن الله تبارك وتعالى نظر في القلوب فصنفها وأورد الأزمنة الرسل ثم الصحابة حين نظر في قلوبهم، فإذا قال ربما قائل وقال من الذي خلق القلوب؟ الذي خلقها هو الله، فنحن ماذا بنا؟ الله هو الذي خلق القلوب وهو الذي صنفها بعدما خلقها. فهمت ايش المقصد؟ لا ما فهمت. يقول هذا الرجل ما أنتم ما أنكم تقولون أن الله تبارك وتعالى، أولا هذا رجل مسلم ولا كافر؟ مسلم. طيب هو يقول لنا أنتم تقولون، وهو ماذا يقول؟ يقول خلافنا. ماذا يقول؟ يقول بأن نحن لا ذنب لنا جهرية بهذا بالله. وفي مسلم اليوم يقول هذا؟ لا أعتقد، إنما كيف يعني لا يعتقد بهذا، إنما هو مذبذب كما تقول. طيب هذا إقناعه، إذا قال بالجبر صفعه على وجهه صفعة تكون ماكنة وقوية، إذا قال ليه تقول مجبور. لا يجوز الضرب على الوجه، ما في يجوز ما يجوز بالنسبة للمجبور. المهم نكمل الشيخ. تفضل. فيقول بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق القلوب. خلق القلوب بما فيها من إيمان وكفر، هذا كلامه. هو دليله أنه هو الذي خلق كل شيء. هو خلق كل شيء صحيح، لكن مش خلق الإنسان مجبورا على الإيمان والكفر، وإلا حينئذ هو يكفر القرآن. شو معنى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ من المشاء الإنسان. فإذا الآن أذن فنحن ننزل نصلي، وإذا كان يعني هذا السؤال تستطيع أن تضع له حدا هنا فينتهي الموضوع. سؤال أخير. نعم. سؤال أخير. عبد الرحمن. لسه. نشوف نحن هوني. خلاص. نعم. نيه. في أسئلة كثيرة أولا. مالي ولي أسئلة كثيرة. طيب ثانية. يعني نسهر الليل مشان أسئلة كثيرة. لا ثانية. إيش الاتفاق؟ اتفاق النار والعجلة. بس خلاص. طيب لا انتظر دقيقة. خلاص. شيخ. بس. بالله الرحمن الرحيم، من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. تفضل احكي يا ابو احمد. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله انكم بخير. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. كيف طيب؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شيخنا بدنا نزعجك شويه الان، معلش يعني. عفوا. هذا نسيب ابو هيثم. ايه. صاروا هالناس يخربطوا مخه، كل واحد يروح اوديك على الشيخ الفلاني. ايوه. وهذا يصير يدجل عليه. واخر كلام انه واحد من المشايخ قال انه اللي سارق الفلوس هو شيخ ولكنه قادري. اي نعم. فانا قلت له على كل، بلغت ابو هيثم، قلت له طب شو رايك نصرح لك الدكتور عادل موسى صاحب لنا لعله انه يعني مثلا انه يفيدك في شيء، لانه استاذ تخربط كثير وانا خايف على هذا الرجل انه يعني مستعد يعمل اي شيء مقابل انه يحضر المال. ايوه. فنحن الان يعني بدنا نشوف الدكتور عادل. عمل شغلات بسيط دكتور عادل، قال اذا بتستفتيني الشيخ انا بكمل طريقي.
والطريق هي بس أنا بنوم أي شخص منكم بتلبيسه الجن، ومن ثم إن شاء الله بكتشف بإذن الله بكتشف السارق. فهل يجوز هذا يا شيخنا؟ هذه وسائل غير شرعية. نعم، ولا يمكن الاطلاع على الغيب بهذه الطرق المبتدعة، ومن الثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي الجازم القاطع عن إتيان الذين يدعون اكتشاف المغيبات، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث آخر: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحديث الثاني وبلفظ من أتى عرافا يصدق على كل هؤلاء العرافين الذين يتعاطون وسائل غير معروفة عند الجماهير، يزعمون أنهم يكتشفون بها ويتعرفون بها على أمور غيبية عن جماهير الناس، وبذلك يقع فتنة بين الناس، فقد يتهم البريء وقد يبرأ المتهم. فقول عليه السلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل له صلاة 40 يوما. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يأتي مثل هذا العراف مهما كانت وسيلته. وفي الحديث الآخر مما يؤكد الأحاديث السابقة وبعضها في صحيح مسلم، قال عليه السلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أنا أعتقد أن التنويم هذا هو من هذه الوسائل الغيبية عن الناس، والتي لا يستطاع أن يثبت صحتها أو بطلانها، وما كان كذلك فلا ينبغي أن يتخذ وسيلة شرعية لاتهام الأبرياء. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك. شيخي، موجود عندنا هون الاخ عبد الفتاح، علي عبد الفتاح شيشاني. ايوه، ففي عنده هيك عم ملاحظه ممكن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. سؤال تعقيب على نفس السؤال يا شيخ. ايوه، ما طلع الصوت. بدي اعقب على نفس السؤال بسؤال اخر. تفضل. ايوه افضلتم. ما سالناش عن حالك، بمش مشان ما ناخرش، ان شاء الله تكون بخير. الله يحفظك. الله يحفظك انت كمان وجميع المسلمين. هذا الامور الغيبيه هي غائبه عن الناس يا شيخ. لا. بالنسبه لهذا الشخص الذي ينوم بواسطه الدكتور عادل او غيره، ياتيه جني فيتكلم هذا الشخص بلسان الجني. لا تصف لي الاستهزار اعرفه، انما قل ما تريد ان تبني عليه. اريد ان ابني على ان هذا شيء لا يعرف الجني الا ما حصل. فالأمور إذا رآها الجن بواسطة الجن الذي ينتشر في حيث لا نراهم وهم يروننا، فهم رأوا من سرق هذا المال. فإذا تمكن هذا الشخص الذي يستحكم بالجن أن يستنطق الجني فهو يخبرنا صاغرا بذلك، صاغرا كما يقولون، فما رأيك بذلك؟ سمعك الله يا شيخ علي. آمين وأنت كذلك. لو جاءك إنسي. أي نعم. إنسي تعرفه. نعم. وقال السارق لهذا المال هو فلان. نعم. شو موقفك؟ موقف بدي أسأله الدليل، كيف تعرف؟ شو دليل؟ عم يدعي دعوة، وين الدليل؟ بدي أقوله كيف شفته، كيف عرفت. فأنت هون بتقول إنه إحنا مش شايفين الجني، طبعا قصدك. ما قدم لك دليلا، قدم لك دعوة. نعم. ماذا تقول؟ جزاك الله خيرا.
كيف؟ أقول جزاك الله خيرا، يعني أخذ بالجواب الأول معناته. الموضوع ماذا تقول إذا جاءك إنسي نعم. وادعى أن المتهم هو فلان نعم. ادعى أن المتهم فلان نعم. هل تقبل دعواه؟ لا يجوز. وهو إنسي مثلك؟ لا يجوز. فكيف تقبل دعوى جني مزعوم أنه جني لا تعرف إسلامه من كفره نعم. لا تعرف صدقه من كذبه نعم. بمجرد الدعوى نعم. ما يجوز هذا، بارك الله فيك. ما يجوز. بالنسبة للحديث اللي ذكرته يا شيخ نعم. إن شاء الله ما تعتبره جهل مني أو غباء أو تياسحة، أنت ذكرت من جاء عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما نعم. مش اللي فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما كيف؟ أليس الحديث فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ كيف لم يصدقه؟ أنا كنت أفكر هيك من أول قارية غلط معنى الحديث. لا حبيبي، من زمان معلومات قديمة. فصدقه نعم، مش فلم يصدقه. أنا كنت أعتقد أنه صنفين الحديث، الذي لا يصدقه لم تقبل صلاة 40 يوم، والذي يصدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا في صحيح مسلم نعم. هذا اللفظ. جزاك الله خيرا. أما حديثك فبحاجة إلى أن يسند. أي نعم أي نعم. طيب شيخي نعم، بعضهم استاذ يستدل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية نعم. أي نعم، في مجلد 11-19، فهل هذه حجة؟ شو بيقول ابن تيمية في المجلد 19؟ شو يدريني؟ يجوز الاستعانة يا شيخي. استعانة بمين؟ بالجن. لك يا حبيبي الاستعانة بالجن للشفاء. للشفاء يفعل هو ويفعل بعض الناس اليوم نعم، مش لاتهام الأبرياء. أي نعم، لا يجوز أن يؤخذ كلام ابن تيمية. طب أستاذ الآن يعني بالشفاء يجوز؟ أما هذا نقوله إذا كان في آيات وأحاديث وبس، وليس هناك شمشريخة وبطيخة وكتابة أهله مقطعة واستعانة بالشياطين. نعم يجوز، كل شيء له مجاله. جزاك الله خير الشيخ. وإياك شيخنا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. وفيق. نعم وفيق. أهلين. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. كيفك؟ الله يبارك فيك. أهلين شيخنا. نعم. ألا يقال في هذه الحالة وحالة أيضا الشفاء من المرض أو كذا يشد هذا الباب لأنه يؤدي إلى الشرك والبدع والترهات والخزعبلات في دين الله عز وجل؟ يمكن أن يقال هذا، لكن ما نستطيع أن نفرضه على أناس يقومون ب طرد الجن الذي يصرع الإنسي بآيات. هنا المجال هنا نعم. غير المجال هناك. المجال هنا إخراج الجن الصارع من المصروع نعم، بآيات أو أحاديث أو أدعية نبوية نعم. هذه يعني قضية محدودة النطاق جدا نعم. أما الاتصال بالجن لاكتشاف المغيبات نعم، هذه يصدق عليها الأحاديث السابقة نعم. طيب شيخي، أيضا المشروع بالجن هل يجوز لمن يريد أن يعالجه أن يستعين مثلا بالجن حتى يعرف كيف يعالجه كذا؟ لا، ما يجوز، لأنه يعود الأمر إلى الاستعانة بمجهولين. أي نعم نعم، يعرف صدقهم من كذبهم. جزاكم الله خيرا. إياك قواكم الله. أهلا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله. كيف أنت؟ الحمد لله. كيف صحتكم؟ بخير الحمد لله. الله يبارك فيكم. كيف عيالك؟ كلهم بخير الحمد لله. ندعو بسلامتك يا شيخي. نعم ندعو بسلامتك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. كيف أصبعك الآن؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. الحمد لله. شيخي، في عندي الآن واحد من جيران إلنا، رجل فاضل وجاري من 15 سنة ونظن فيه إن شاء الله الصلاح إن شاء الله. هذا يا شيخ الرجل كان متزوج، طبعا تزوج من 20 سنة تقريبا إيوة، وأنجب من زوجته الأولى ولد وبنت نعم، وما شاء الله يعني صحته جيدة وممتازة يعني، وخصوصا يعني كما سمعت منه وقال إني أنا يعني من ناحية جنسية أنا جيد وكويس، كنت مع الزوجة الأولى إيوة، فتزوج ثانية لسبب مرضت زوجته في مرض، يعني احنا امامنا نفصل لك هذا المرض لانه مش يعني ما في داعي له نعم نعم. اي نعم. متزوجة من اخرى ايوه، فما حملت هذه الثاني منه ايوه،
فكعادة بعض الناس يعني لأنه يعني ما راجع أمور شرعية هل يجوز له أن يكشف عن زوجته طبعا عند الأطباء أو لا يكشف، فذهب طبعا زيه زي غيره من بعض الناس وبدأ يشق الطريق حتى أنه يتعالج من طبيب لطبيب، حتى ناس قالوا اذهب إلى فرنسا ومنهم قال اذهب إلى فلسطين ومنهم قال الآخر ما ذهب أستاذ إله إلى العرافين، وهذا يقول له عمل لك فلان عمل، وهذا يقول له عمل لك فلان كذا، وهذا يقول لك كذا. فالرجل الشيخ عايش في حيرة يعني لا ينام الليل ولا ينام النهار، والرجل يعني وصار عنده ضعف يعني كثير كثير حتى في نفسه. فأنا والله حكيت له يا أخي أنت يعني ليش أنت بتحاول هذه المحاولات كلها؟ اترك أمرك لله عز وجل ووكل أمرك إلى الله عز وجل. فقال طب يا أخي بدي أنا هيك أنا أرتاح. فقلت له أنا الحل الوحيد بحكي الآن مع شيخي ولعل الله عز وجل أنه يعني يلهمني يتكلم لك يعني من بعض الكلمات الطيبة إن شاء الله منكم، وتكون هي إن شاء الله السبب أنه يهدى فيها ويعرف الطريق إن شاء الله اللي لازم يعرفه كل مسلم يعني اللي الله مقدر له إياه. نعم فضل يا شيخي. أنا بقول للأخ الفاضل ولأمثاله من المسلمين المؤمنين حقا بالله ورسوله وبكلمات الله وأحاديث نبيه عليه السلام بأنه لا يجوز له أن يتعاطى الأسباب غير المشروعة في سبيل أن تحمد زوجته التي مضى على زواجه بها سنين وما حملت. ما في مانع أن يتعاطى الأسباب الجائزة المشروعة، أما أن يتعاطى الأسباب التي لا تجوز فذلك حرام ولا يليق بالمسلم المؤمن حقا كما قلنا بالله ورسوله أن يتعاطى مثل هذه الأسباب المحرمة. من ذلك أن يأتي العرافين والمنجمين ومستعضرين الجن ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوما. فلذلك يجب على هذا الأخ كما قلت له أن يرضى بقضاء الله وقدره، فإذا كان رزق من الزوجة الأولى ولدا أو أكثر فذلك بقضاء الله وقدره، وإذا لم يرزق من الزوجة الثانية شيئا فذلك أيضا بقضاء الله وقدره، وإذا اعتبر هذه مصيبة إذا اعتبر عدم مجيء أولاد من الزوج الثاني مصيبة فليتذكر قول الرسول عليه السلام عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمدا فشكر الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء يعني شيء بضر منه ما بيعجبه فصبر كان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. ثم ليتذكر مع هذه الحقيقة الشرعية وهي وجوب رضا من المسلم بقضاء الله وقدره سواء كان سلبا أو إيجابا، ليتذكر بعض الحوادث الواقعية ومنها قصة يرويها والدي رحمه الله خلاصتها أنه كان له صديق غني وله زوجة جميلة ورضية وكل شيء فيها طيب ولكنها عقيم، فكان هذا الصديق كلما جلس مع والدي يتحسر ويقول يا ريت ربني يرزقني ولد، يقول له أبي يا حبيبي ارضى بقضاء الله وقدره، شو بدريك هذا الولد لو إجاك يصير نقمي عليك، هالولد لو رزقته ربما يصير نقمي عليك، يقول ولو بس اني بعت لي ولد. وراحت ايام واجت ايام والله بعت له ولد، واعتنى رجل غني وزوجته كذلك يعني متجاوب معه تماما، فربى هالولد تربية نادر ما يقوم زوجان بتربيته، هيك لبلغ مبلغ الرجال
لما بلغ مبلغ الرجال هنا انقلب الولد والدا والوالد ولدا، فصار الولد يضرب الوالد ويهينه هيك كما يقولون عندنا في سوريا، حتى أرجى نجوم السماء في وضح النهار. فكان يقول يا ليتني بقيت مثل ما كنت عقيما وما رزقت مثل هذا الولد. كان أبي يقول له الله يرحمه يقول له تذكر لما كنت تقول كذا وكذا وقال لك يا فلان ارضى بقضاء الله وقدره فذلك خير له. فلعله الأخ هذا يعتبر أولا بما ذكرنا من أمر الشرع الديني وهو الرضا بما كتب الله له، والأمر الثاني أنه هذا اليوم خلي ينظر هيك نظرة عامة، هل أكثر الأولاد سواء كانوا ذكورا أم إناثا طيعين مرضين الوالدين ولا أكثرهم عاقين وناشزين ونحو ذلك؟ هذا ما عندي، وسلام الله عليك وعليه. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ أحمده وأشكره. الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. كيف الجميع؟ كلهم بخير الحمد لله. الحمد لله. وشو صار معكم؟ والله يا شيخي يعني مثل ما بيحكوها عندنا في الأردن حطت إيدك. إيه؟ أي نعم. أعانكم الله. الله يبارك فيك شيخي. نعم. عندنا هنا أخونا أيمن من أهل إربد اللي اجتمع فيه من مدة. نعم. بدي اسألك سؤال تسمح له؟ تفضل. استاذي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احب ان اسألك عن سند هذا الحديث. وهو حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا اسحاق بن سويد، حدثنا يحيى ابن يعمر. حدثنا يحيى ابن يعمر. اسحاق بقول لك. اسحاق مين؟ ابن سويد. ها؟ سويد. ابن سويد. سويد. ايه. ارجو المعذرة. ايه. عن يحيى ابن يعمر. عن عائشة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون: اتؤمن بما نؤمن به؟ قال: بلى. قال: فأسوة ما لك بنا. رجاله ثقات كلهم الا مؤمل هذا. مؤمل إلا مؤمل هذا ابن إسماعيل. نعم هذا ففيه كلام. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. قال أحدهم: فلعله حديث حسن إن شاء الله. فما رأيكم؟ جزاكم الله خيرا. الحديث إسناده ضعيف. نعم. لكن يمكن أن يكون حسنا فيما إذا تتبعت شواهده. وما علته؟ هو مؤمل هذا. نعم. طب أستاذي توثيق ابن معين قال عنه ثقة، ما يؤخذ به؟ ولماذا لا يؤخذ بالمجرح؟ نعم أولى طبعا. طبعا. جزاك الله خيرا. آلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.